فيديو جديد النهارده وحلقه جديده عن التخاطر، وهنتكلم فيها عن ازاي ممكن اقدر ارسل طاقه حب او طاقه جواز لحد انا بحبه، سواء كان موجود جنبي، يعني قاعد جنبي حد مثلا جوزي او خطيبي او حد انا بحبه، او عايشين في نفس الكونتري، عايشين في نفس البلد، او انا عايشه في بلد وهو عايش في بلد تانية. هل ينفع ان انا ارسل طاقه حب، طاقه عشق، طاقه يعني ان انا ببعت لحد اخليه يحبني او ابعت له الحب اللي انا حاساه يحسه بيا؟ طبعا ينفع ان شاء الله. لو انت عايش في افريقيا وهو عايش في امريكا ينفع، انت عايش مثلا في كندا وهو عايش في استراليا ينفع، انت عايش في انجلترا وهو عايش في موزمبيق ينفع. طاقة الحب ممكن تترسل من مكان لأي مكان في العالم. يعني انت لو بتحب حد تقدر تبعت له طاقة حب، طاقة جواز، عن طريق حاجة اسمها الشقرة. النهاردة هقول لكم عن تمرين ازاي تعملوه، والتمرين ده بقى ايه، نخلص فيه نهاية 2000 نخلص فيه نهاية 2018 ونبتدي بيه 2019 لو احنا بنحب حد وعايزين نوصل له الحب والمشاعر الإيجابية والمشاعر الدافية اللي احنا حاسين بيها. اول حاجة قبل ما تتفرجوا على الفيديو ما تنسيوش تعملوا لايك للفيديو، ان اللايك بتاعكم ده بيدعمني جدا 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 وبيدعم القناة كويس قوي، فمهم قوي اللايك يا جماعة، والشير لأي حد انت شايفين ان هو محتاج ان هو يتفرج على الفيديو ده، فشير لاصحابكم لقرايبكم لاي حد، بلس تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس لو لسه ما اشتركتوش. طيب ايه هو التمرين اللي هو قانون الجذب، او التمرين ازاي ترسم طاقه حب من قلبك للشخص التاني؟ اول حاجه انت ممكن تعمله في اي مكان انت عايزه في حياتك، مفيش مكان معين بتلتزم بيه، لا بتعمله في اي مكان انت عايزه، مفيش مشكله خالص في المكان. تاني حاجه مهمه قوي ان انت ممكن تعمله برضو وقت، يعني ملوش وقت معين، يعني مش لازم تعمله بالليل بس، مش لازم تعمله الصبح بس، اي مكان انت عايزه سهل جدا ان انت تعمل التمرين ده في اي مكان واي وقت. طبعا انا خرجت كده ورجعت تاني، بس يعني استحملوني معلش في الفيديو ده. طيب اول حاجه هتعملها ان انت هتقعد في مكان هادي، تغمض عينك او تفتح عينك، مكان انا بفضل ان يبقى الضوء خافت او ان انت تكون قافل النور، تسترخي وتعمل شهيق وزفير كده، يعني تتنفس من مناخيرك وتطلع النفس من بقك كده، يعني تعمل تمرين النفس ده زي يوجا بالظبط، مثلا حوالي 3 دقايق تتنفس، تدخل نفس مناخيرك تطلعه من بقك. اوكي ده رقم واحد. رقم اتنين بقول لكم على مفاجاه غريبه، يفضل تبقى لابس اخضر، لان الشقره بتاعت الانسان لونها اخضر، يعني لو انت لابس اخضر دي حاجه حلوه جدا، هتقعدوا تضحكوا عليا بس والله ده حقيقه. تاني حاجه مهمه قوي قوي ان انت تحاول انت تسترخي من فوق، يعني احنا هنقسم الجسم لثلاث اقسام. القسم الاول اللي هو يعني من اول هنا لحد كتفك، تحاول انت تسترخي من فوق، يعني كل حاجه في عضلاتك تسترخي. بعد كده القسم الثاني اللي هو من كتفك لحد مثلا اللي هو وسطك، يعني بعد كده الجزء الخلفي التحتاني بتاعك، يعني تحاول ان انت ترخي كل عضلات جسمك، تحس ان انت خلاص كل حاجه فيك مسترخيه، وتتنفس. بعد كده بعد 5 دقايق عايزاك تتخيل كأن نور أبيض، بجد والله نور أبيض منور كده، كأنه إشعاع أبيض نازل عليك كده من السماء، مليان حب، مليان مرح، مليان فرح، مليان مشاعر إيجابية عمالة بتنزل عليك، وانت كأنك بتجيبها كده بتنزلها على جسمك كله. النور الأبيض ده انت بعمال بتسحبه وتشده على جسمك كله، انت شايف طاقة نور نازلة من السماء عليك، انت بتسحب الطاقه دي بتسحبها كانك بتشدها وتنزلها على جسمك كله، تعمل تسحبها وتنزلها على جسمك كله لحد ما تحس ان انت يعني جسمك بدا يقشعر، وانت عمال تتخيل كل ده تخيل، عارفين انت اللي هي طاقه النور، كحس ان اضاءه نور قوي كده ابيض ناصع مليان مشاعر حب ومشاعر فرحه ومشاعر ايجابيه ومشاعر تفاؤل ومشاعر كلها حاجه حلوه، يعني وانت بكأنك بتسحبها بتدخلها في جسمك وتدخلها حواليك، يعني تبقى حواليك دايره كده، حواليك دايره انت بتمتصها وتشدها وتنزلها عليك. مهمه قوي ان انت تحس ان جسمك اشعر، يعني حتى كل خليه في جسمك كده هتحس ان جسمك ان انت خايف كده، وانت جسمك مقشعر، سوري مش خايف، ان انت يعني مسترخي وجسمك مقشعر.
يبقى دي تاني حاجة. تالت حاجة هتبدأ ان انت تعمل تحرك الشاكرا كأنك بتفتح قلبك، مكان قلبك انا قلبي هنا مثلا، كأنك بتعمل تدليك لقلبك كده، وبتفتح في قلبك تفتح في قلبك تفتح في قلبك لحد ما تحس ان في شعاع لونه اخضر. الشعاع ده الشاكرا لونها اخضر، عشان كده قلت لك يفضل انت تكون لابس اخضر، كأن في شعاع منور كده نور اخضر طالع منك عمال يطلع من قلبك، كأنك انت فتحت قلبك وعمال بتطلع شعاع اخضر عمال بيخرج منك. اوكي، في تو كيسز في الحاله دي، يا يعني اما يكون صوره الشخص مثلا لو جوزك مثلا مسافر بعيد عنك او حاجه زي كده، لو خطيبك، لو حد بتحبه، لو عندك صوره ليه حطها قدامك على فكره وتتخيل ان الطاقه او الشعاع الاخضر المليان حب ومليان مشاعر، مشاعر ايجابيه ومليان مشاعر عشق وحب عماله بتخرج منك وبتدخل لقلب الشخص التاني، عماله تخرج منك كانها بتخرج منك من قلبك وعماله بتدخل للشخص التاني. المشاعر دي هي طاقه بتتنقل منك ليه، وانت لو مش عندك صورته او مش عايز تعمل صورته، غمض عينك وتخيل الشخص ده كانه قدامك، كان انت روحك بتلتقي بروحه، كان قلبك بيدخل جوه قلبه، يعني كانهم بيتحدوا مع بعض وبيبقوا حاجه واحده. بس إيه، عارفين انت اللي هو قلبك بيتحرك ويبقى جوه قلبه وهما الاثنين يبقوا حاجه واحده؟ بس عايزك تتخيل كده، عايزك تتخيل الشخص ده بيستقبل ده وهو مبتسم، هو سعيد وهو مرتاح وهو مش متضايق خالص، بالعكس هو في منتهى السعاده في الدنيا، وبيستقبل كانه هو شايفك وكانه هو شايف طاقه الحب دي اللي بتتنقل منك ليه، وهو مبسوط وسعيد وهو كمان حاسسها، بتحس ان هي الطاقه راحه جايه، هتحس ان النور خارج منك وراجع عليك، خارج منك وراجع عليك. يبقى النور اللي بينزل عليك اللي هو الابيض ده اللي انت بتشده، ده لونه ابيض، عارفين انتوا اللي هو لون السحاب كده كانك نازل بس باضاءه كمان. والنور اللي بيخرج من قلبك بيروح لقلبه لما قلبك يتفتح لونه اخضر، ده لون الشقرة بتاعتك. وكانها مشاعر راحه جايه، كانكم انتوا الاثنين بقيتوا سول واحده، بقيتوا وانت كل ده وانت ريلاكست هادي، مش حاسس بمنتهى المشاعر الايجابيه، حاسس بمنتهى مشاعر الحب. انا شايف التمرين ده ممكن يفضل من 10 ل 15 دقيقه، مفيش مشكله. ممكن تنام وانت حاسس، يعني ممكن تعملها وانت نايم على السرير عادي ومسترخي بتعمل كل ده وتنام. واحد كاتب لي والله، او هي واحده كاتبه لي والله انا حفظت الكلام ده. على فكره يا استاذه نسمه، انا ما ضربتكيش على ايدك علشان تدخلي تتفرجي على الفيديو يعني، ف ام سوري يعني، اي didnt like your language خالص يعني، ما علينا، بس الكومنت عدى عليا بما ان هو لايف كده فاستفزني، لان انا بقيت بشوف كميه مشاعر سلبيه وكميه تعليقات سلبيه. عموما اي دونت كير اصلا، وانا مش بهتم باي حاجه سلبيه، وده اللي انا عايزاه منكم، اي حد يديك اي طاقه سلبيه تجنورت خالص ولا كان الحاجه دي حصلت، وما تهتموش بيها وما تفضلوش تتكلموا فيها. ارجع تاني لموضوع الحلقه، انت ممكن تنام وانت حاسس بالطاقه دي، ايه اللي بيحصل ساعتها؟ بتحصل كانك بتوصل مشاعر الحب ده منك للشخص اللي انت بتحبه، هو هيحس بالحب اللي انت حاسه ناحيتك كانه هو قريب منك. على فكره انت ممكن تعملها مع حد جنبك، مع حد قريب منك، مع حد بعيد عنك جدا، مع حد في نفس المدينه بتاعتك، ملهاش مشكله في المسافات ده. يعني لما انت بتعمل كده انت تحس ان مشاعرك حصل لها ريفرش، حصل لها زي رينيول كده، كانها اتجددت مره واحده، والشخص اللي انت بعت له نفس الطاقه هيحس بالحب، هيحس بالمشاعر دي، هيحس بمشاعر قويه من ناحيتك. انا في نهايه الفيديو عايزه اقول حاجه، لو انت عايز تحس بحاجه اعملها، يعني لو انت عايز تحس بحب خلي عندك طاقه عطاء للحب، عايز تحس بطاقه يعني اهتمام ادي اهتمام، يعني انت الطاقه اللي انت عايز تستقبلها اديها، كل ما انت هتدي الطاقه دي كل ما هتقدر تستقبلها اسرع. يعني انت عايز تجي لك اهتمام من الطرف التاني، اعمل طاقه الاهتمام، خليك شخص مهتم بالشخص ده. عايز تدي طاقه يعني كل ما انت بتزيد الجيفنج لاف بتاعك او العطاء العطاء الحب بتاعك بتزيد، فانت بتستقبل نفس الطاقه، كل ما الطاقه اللي بتطلع منك طاقه اهتمام هتستقبل اهتمام، بتطلع طاقه حب حقيقي، مش تبقى نيدي لاف كده اللي هو انا عايز انا عايز انا عايز انا عايز وانت مش بتدي. دايما هتفشل لو انت عملت الطاقه دي مع حد يعني انت عايز بس انت مش بتدي، عمرها ما هتنجح. يعني اخر حاجه عايزه اقولها، دي تقريبا لازم عندي يا جماعه، مش عارفه اتخلص منها تقريبا، لو انتم متابعيني هتعرفوا الموضوع ده. صحيح كل الناس اللي اونلاين يا ريت يعملوا لايك دلوقتي حالا، زي ما قلت لكم اللايك بتاعكم مهم جدا وبيشجعني جدا جدا. عايزه اقول بس ان قانون الجذب ده والله العظيم حقيقه في حياتنا،
التخاطر ده سحر، يعني معجزات انت ممكن تستخدمها. انت ايفن ممكن تستخدم الكلام ده في بيزنس، يعني انت ممكن في شغلك تستخدم قانون الجذب والطاقة والتخاطر، وتبعت مسج من عقلك اللاواعي لأي حد يقدر ان هو توصله، وهو كمان يحس بنفس المسج ويحس بالكلام اللي انت حاولت توصله. اقسم بالله العظيم وحياة يعني ولادي الكلام ده حقيقة وبيحصل، واكيد ناس كتيرة بتتفرج عليه جربته وحصلت، ان انت ترسل طاقة حب لحد في نفس الوقت، وفي نفس الوقت الطاقة دي هتوصله وهيحس في نفس اللحظة ان هو بيحبك، وان هو في مشاعر فياضة ناحيتك من ناحيتك لناحيته، ممكن يكلمك حتى لو يعني ده تخاطر بقى ان انت تخليه يكلمك. يعني دي ليها قصة تانية خالص، انا عملت فيديوز كتير جدا هسيبها لكم تحت علامة اي كده ممكن تتفرجوا عليها. بس قولولي بقى هل انتوا جربتوا قبل كده قانون التخاطر والجذب ونجح معاك ولا لا؟ احكيوا لي قصصكم. واي حد عايز يسأل اي سؤال عن علم الطاقة وقانون الجذب وعلم الروحانيات والطاقة يبعت لي هنا في كومنت، وانا هوعدكم ان اعمل فيديو ارد بس على الاسئلة. اقتنع بالموضوع دوت زي ما قلت لكم، طلع منك الطاقة اللي انت عايز تستقبلها. عايز تستقبل حب طلع طاقة حب، عايز تستقبل اهتمام طلع طاقة اهتمام، او طلع اهتم بالشخص اللي انت بتحبه. عايز الشخص ده يدافع عنك دافع عنه، ما تبقاش انت دايما الحد اللي محتاج محتاج محتاج، عايز 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 ومش بيدي، لان يعني فاقد الشيء لا يعطيه، صدقوني بجد يعني فاقد الشيء لا يعطيه. بحبكم جدا جدا. اخر حاجة عايز اقولها لكم، صحيح نسيت سوري، ممكن بعد ما تعملوا التمرين ده يعني تقوموا تتوضوا بجد والله العظيم، وتصلوا ركعتين حاجه لله سبحانه وتعالى، لان ولئن شكرتم لازدنكم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول اسجدوا لربنا، يعني دايما يا ريت يكون في جوف الليل الاخير لو انتم مسلمين، يعني لو انتم برضو ليكم جنسيه ثانيه صلوا بطريقتكم، لان الصلاه دي بتوصلك وبتقربك لربنا، لان قانون الجذب والتخاطر وكل حاجه ما هي الا ثقه في ربنا ان ربنا يعمل لك اللي انت بتدعيه. وربنا سبحانه وتعالى بيحب العبد اللحوح، يعني كل ما تدعي اكتر ربنا هيحقق لك امانيك اكتر، حتى لو مش هيحقق لك امانيك هيغفر لك، هيعفو عنك يوم القيامه، هيشيل عنك سيئات. فيعني صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، واشكر ربنا واحمد ربنا على كل نعمه، وادعي ربنا كتير 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 ان ربنا يوصلك اللي انت عايزه. ادعي ربنا ان ربنا يفك دينك، ادعي ربنا ان الشخص اللي بتحبه يحبك، ادعي ربنا ان انت ترتبط بالشخص اللي بتحبه في الحلال، ادعي ربنا الشخص اللي سابك وانت بتحبه يسامحك او يرجع لك تاني بحب اكتر من الاول. كل حاجة عند ربنا ممكن تحصل بالدعاء، صدقوني سبحانه وتعالى يعني الدعاء، يعني ربنا بيقول يعني واني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، يعني ربنا يعني كل ما هتدعيه ربنا قريب منك، وكل ما انت بتدعي الدعاء بيقرب العبد لربنا سبحانه وتعالى. ادعوا كتير، صلوا كتير سبحانه وتعالى، صلوا صلاة الحاجة، لما تكونوا محتارين في حاجة صلوا صلاة استخارة. بصوا بكوكو من علم الطاقة والحاجات دي كلها، علم الطاقة يعني سبحانه وتعالى يعني هي جاية من الهيلينج، أو الحاجات دي جاية من الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي كان بيتعبد في غار حراء، فالتعبد والتأمل والميديتيشن والهيلينج دي جاية من أيام النبوة. يعني حتى سيدنا موسى عليه السلام كان بيتعبد برضو في اللي هو الجبل اللي نزل عليه ربنا سبحانه وتعالى، فالتعبد والتأمل والتفكير وان انت تستخدم عقلك الباطن دي كانت موجودة من أيام الرسل. فبس ما هي إلا سبحانه وتعالى، دي حاجة جاية من عند ربنا. اعملوا هيلينج، اعملوا مديتيشن، اهتموا بموضوع الطاقة وانا اهتم بيه، لان انا دلوقتي دي دراستي، يعني انا دلوقتي بدرس علم الطاقة طبعا في اوقات فراغي، لان انا بشتغل يعني في الويك اند بتاعتي باخد كورسز ومهتمية بيه جدا، وهفيدكم كتير قوي قوي ان شاء الله باذن الفترة الجاية. اكتبوا لي اسئلتكم، بحبكم قوي 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 فعلا. تفائلوا بالخير تجدوه، صلوا صلوا صلوا، ادعوا ربنا. يعني انا بعتقد ان اجمل حاجة ان انت تستقبل فيها السنة الجديدة وان انت تصلي، يعني ناس تبقى بتحتفل وانت تبقى بتصلي، صلي ركعتين حاجة لربنا، ادعي ربنا ان السنة الجاية تكون سنة جميلة وسنة مليانة حب ومليانة طاقة. متنسوش تعملوا لايك حالا 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 حالا، اللايك ده مهم قوي، وتشتركوا في القناة وتعملوا شير لاصحابكم، وتفعلوا الجرس، كل البنات تنزل تشترك دلوقتي حالا 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 في قناتي الجديده اللي هي للبنات بس، عشان عايزه اكبرها وتبقى اكبر قناه للمراه في الوطن العربي في 2019. عايزه انافس بقى كل البرامج التقيله قوي 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 على ام بي سي مصر وكل القنوات التقيله، وابقى البرنامج رقم واحد عشان انا بحب المراه وعايزاها تبقى احسن وافضل. طبعا القناه دي تفضل شغاله عادي ابراج وعلم طاقه وعلاقات، بس الثانيه تبقى بتهتم بالمراه اكتر. بحبكم جدا جدا، شكرا شكرا شكرا، ثانك يو، اشوفكم في فيديو تاني. اكتبوا كل اسئلتكم في تعليقات، اعملوا لايك دلوقتي حالا، شكرا، اشوفكم في فيديو تاني، مع السلامه. وطبقوا التمرين وقولوا لي صحيح ممكن تطبقوا التمرين وتقولوا لي حسيتوا بالحب
الحب والشخص التاني حاسس بطاقة الحب ولا لا، حاسين الدنيا اتظبطت معاك ولا لا. هو التمرين ده هو عبارة عن ان انت بتحس بحاجة وتخلي الشخص التاني بيحسها كأنه قدامك، الشخص ده مش شايفه، فانت عشان كده حاجة حلوة ان انت تبعت له طاقة الحب دي. شكرا، باي باي.